نعم. شيخ بارك الله فيك، ما حكم اعطاء الحجام يا شيخ مال على الحجامة؟ اعطاء على ايش؟ اعطاء الحجام مال على الحجامة. لا بأس، لا بأس ان تعطي الحجام اجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان أجرة الحجام ليس حراما، قال ولو كان حراما، لو كانت حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، وصدق رضي الله عنه. لكن كسب الحجام خبيث بمعنى أنه ردي، لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع، لأن في هذا إنقاذا لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجرا نقول إن هذا الأجر ردي وليس حراما. هل يطلق الخبيث على الردي وهو حلال؟ نعم، قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. فهمت؟ نعم.